المهم جيت على اساس باش ندير واحد ترانسفير واحد الاخ ديالي هنايا، ندير الانتقال ديالها من سطات نجيبها لهنايا. وجينا لقينا بزاف ديال المشاكل، لقينا دي الناس هادو حتى كما كتشوف دابا شهر 11 هادي وهما باقيين ما حلوش المشاكل حتى ديال الناس القدام. وحتى كتشوف اخويا كاين بزاف ديال المشاكل، ما كاينش تواصل مع هاد الناس هادو، ومن هاد المنبر كنطالبوا منهم يوضحوا الرؤيه لهاد الناس هادو وصافي. التلاميذ هادو تما باش يعرفوا شنو يديروا تما في المسار الدراسي ديالهم وصافي، هادشي اللي كاين. كنقرا في الجامعة الحسن الثاني ديال عين سبع، وما بغاوش يلقاو معنا حل سيمانه وهما داينا جايبيننا على قبل الوراق ديالنا، لي ماستر غيسالي وحنا بقينا بلا والو، ما منظمينش، كيعطوك ديلي وكتجي انت في الديلي اللي قالوا ليك وكتلقى الزحام، كلشي الزحام، خص يكون غير نظموا هذا الشيء، ما غاديش تلقاو بنادم هنايا كلشي مجموع. المشكل اللي جا هو الطلبة عندهم لي ماستر وعندهم امتحانات ديال الشرطة وامتحانات ديال التعليم، جاو في وقت واحد. حنا كنخدموا بدون توقف من الصباح حتى الليل، ما يمكنش انا نخدم فوق الامكانيات ديالي، ما يمكنش. ملي كتقول لهم الله يخليكم اللي عنده حالة ضرورة ملحة واللي زربان يبقى، ما كيبغيوش، كيتجمعوا في بلاصة واحدة، كتقول لهم شكون اللي كيجمعوا، يعني كاين واحد الانتهازية. إذا كانوا الناس ديال التعليم غادي يوقفوا يمشيو بحالتهم مرحبا. ديال الشرطه عندنا بقيه لو 26، علاش كيتخلطوا؟ كيجي واحد يقول بغي ندوز جوج كونكورات. كاينه مساله اخرى هو ان واحد الشواهد خاصك تاخذها كل سنه، كيجيو ثالث لا ليسونس كيبغيو ياخذوا الشواهد كامله، وكل شهاده باش تجبدها من السيستيم خاصك لها 15 مينيت، يعني كاين ست شواهد كل واحد شي خصو ساعه، راه كل طالب مينيمو خصو يدير نص ساعه، الا عندك هنا 100 طالب راه خصك 50 ساعه، كيجيو يبغيو ياخذوا ديك النهار. المساله راه واضحه، ما يمكنش يجي المواطن المغربي كامل يوقف لك هنا بغي ياخذ الشواهد. الحلول راه قلنا لكم، قلنا الحلول الناس اللي عندهم حاله الضروره يوقفوا ونصر بهم، غيتجمعوا كاملين راه امبوسيبل انك تصر بواحد 500 واحد في 4 السوايع. وكاينه مساله اخرى كنديروا السيرفيس، كاين طلبه اللي هما مزيانين كيديروا السيرفيس، اخر لحظه كيجيو واحد اخرين في وقت 11 كيجي كيبغي يدخل الكليه الصحه كتخرب القضيه. المشكل راه في المشكل، حنا ما واقفينش، هما اللي كيوقفونا. راه الا داروا واحد 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 بواحد راه كيدوزوا، كنجيو مع الصباح مع 8 ونص الصباح كننظموا الصفوف، راه كلشي عارف القضيه هذه، كننظموا الصفوف، كيبقى واحد كيجي واحد 10 ولا 20 جايين حتى 12 كيوقف، كيجي يوقف والصف كترفض القضيه. اش غندير انا؟ انت ما منظمش، انت اللي فيك المشكل ماشي فيا انا.